الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: إذا كان الإنسان يشاهد مقاطع مخلة بالآداب وتاب عن هذا الذنب العظيم فإن الله يغفر له على الماضي كله. تقول: إن عندها وسواس من هذا الذنب، وكلما تابت إلى الله وزادت في الطاعة أتاها الوسواس وقال: كيف تتوبين وأنت قد عملت كذا وكذا وعليك ذنوب عظيمة؟ تقول: فماذا أفعل؟ دلوني على الطريق الصحيح. الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن التوبة لا يتعظمها شيء من الذنوب، وإن من أعظم الذنوب التي عصي الله عز وجل بها ذنب الشرك، وأعظم الشرك ما وقع فيه النصارى الذين قالوا بأن عيسى ابن مريم هو الله، وأن عيسى هو ابن الله، وأن عيسى هو ثالث ثلاثة. فهذا من أعظم الذنوب التي عصي الله عز وجل بها، ومع ذلك يقول لمن فعل هذا الذنب واقترفه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقد كان كثير من الصحابة يعبدون الأصنام قبل إسلامهم، وهذا شرك. فلما تابوا إلى الله وحسنت توبتهم قبل الله عز وجل منهم هذه التوبة وبدل سيئاتهم حسنات. ويقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا، ولم يقل أذنبوا، وإنما قال أسرفوا، أي تجاوزوا الحد وتجاوزوا القنطرة في كثرة ارتكابهم للذنوب والمعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. فلا داعي لكثرة التفكير والوساوس والأوهام والخيالات، لأنها من عند الشيطان الرجيم الذي يريد أن يثني عزيمتك عن التوبة لله عز وجل. فقاوميه بكمال الثقة بالله وكمال التوكل على الله، واستعيذي بالله عز وجل منه، فإنك وإن وقعت في هذا الذنب فقد جعل الله عز وجل لهذا الذنب علاجا ناجعا شافيا بإذنه، وهو المبادرة بالتوبة. والتوبة معناها الإقلاع عن الذنب فورا، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. ولا أدل على ندمك من كثرة محاسبتك لنفسك وكثرة تفكيرك في هذا الذنب، لكن لا أريد منك أن تكثر التفكير فيه إلى درجة يجعله وسواسا قهريا يثنيك به الشيطان عن عزيمتك على التوبة. فأنت توبتك عند الله عز وجل مقبولة بإذنه تبارك وتعالى. ولا تخافي وأبشري، وسيبدل الله عز وجل سيئاتك حسنات، وأهلا وسهلا بك في ركاب التائبين وفي قوافل العائدين إلى الله عز وجل. فاقطع التفكير واقطع الوساوس، وثقي بالله عز وجل وتوكلي عليه، والله أعلم.